ونفس البرنامج ونفس الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور، وصباحكم صباحين، صباح الكحل في العين، صباح من يد خلا وياب لما عجين، وصباحكم الصباحي والورد والميلاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحت الله بالخير يا دارنا الحبيبة، صبحت الله بالخير يا دار ليوان، صبحت الله بالخير يا دار اليود والكرم، صبحكم الله يا ديران الطيبين. والسلام عليكم يا شيراتي، سلام عليكم يا شيراتي، سلام عليكم يا شيراتي. الحمد لله الأمور طيبة، وأصبحنا بخير وسهالة، ولحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا، لحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا، وخوص بخوص ورقعة السم خصف، ما صار شيء والأمور طيبة والحمد لله. كل ما أصبح بخير وسهالة ونعم ونعيم. مكمل يوم جايين مسج، جايين مسج الله يحفظكم على التليفونات، أنه بيقطعون الكهرباء عندكم اليوم الفلاني، تنقطع الكهرباء عندكم. كم من يوم هذا؟ أظني من أسبوع لعشرة أيام. أنزين، وأصبحت الصبح في خاطري الصبح وهي ترى قطعوا الكهرباء وأنا ما بموجود، لذلك ما حسيت بانقطاع الكهرباء. أنزين شوي، لأن الدنيا كلها مظلمة، ليتات كلها شابية والدنيا ما بعد لولي. شو مستوي؟ قالوا ترى قاعدين بيقطعون الكهرباء. قلت لا إله إلا الله، ليتني ما تذكرت، ليتني ما تذكرت. وقطعوا الكهرباء. نحن كهربتنا الله الحمد لله، يوم بيقطعون الكهرباء ينزلون في الجرائد وفي التواصل الاجتماعي وفي الأخبار، في كل مكان يذيعون إن قطع الكهرباء. فلذلك قبل حشر بعشر يخبرون، فلازم يأخذ احتياطه. غير أنا نسيت. اللهم لك الحمد، نحن في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. الأول يوم البرشر يشتغل حسيت بقيمة الكهرباء، يوم البرشر يشتغل الماء خطر عليه خبق خمرة راسك. اليوم سبوح عذاب، لين خاز الصابون من ويهي ولين اتفرك ودعت، يعني آزمت أعاني. والسب إن الكهرب ماشي، لأن البرشر يصب الماء تحرى الطنيحة ياهل على راسك، تحرى الطنيحة ياهل على راسك. سبحان الله، يعني الآدمي ما يحس بالنعمة واللي هو فيها واللي عايش فيها إلا من يفارجها. فهذه من نعم الكهرباء وفضل الله سبحانه وتعالى علينا. اللهم لك الحمد. نحن الآدمي لازم يشكر ويذكر بين فترة والثانية شو كان وشو أصبح وشو أمسى، شو عيشته الأول وشو حياته وشو حاليا. اللي يشتغل من خاطره ما يدري بني أنا وراه، حد عنده ولا ما حد عنده. يرضم الأرض رضا يرضمها، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا شامبي. بسم الله لا يأكلون ثلاث ما كلوا. شامبي السلام عليكم يا شامبي، يا أبو المارك تلك راعه ونقط مناكي. حليلك يا شامبي. هذا الحين بخبركم عن هذا المكود، هذا اللي دارين دور مدار الشير، هذا بخبركم شو هو وشو علمه وشو خبره وليش وشو السبب وليش هالنمونة وشو هذا هو أصلا من الأساس، شو هذا هو ومتى ينحط وشو فوايد هكذا. هل يبقى بخبركم عنها إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. زهر شخاخ، تدي زهر جدم وايد شيء تتوى بادي زهر تتفصم شيء منه على كبر حبة القهوة تو. عاد الحين هاي اللي تشوفون هالدنيا هاي كلها بتغلي كتلة كاملة بيضة إن شاء الله كل سنة، وتلقط الدنيا تحت مبيضة كل من حتات الورد. هاي يقولك بنادم حتات ورد، حتات ورد يعني اللي بيتم الزين في هذا في فمه زين، وكان حد شيء ترى بيحت ورد، يعني ما بتلقط شيء شيء منه. إن ياك بتحصل ثمر، انطاح شيء بيطيح لك ثمر، وانحت بيحت لك ورد. فكل الأحوال أنت المستفيد. هذا يشبهون باللادمي زين، يقولون والله حتاته ورد، حتاته ورد. هذا
لازم يطيب الخير. هاي بلادنا نحن، حتاتة ورد مستفيدة منها الكرة الأرضية كلها. حتات بلادنا الله يحفظها مستفيدة منها كل دول العالم. الحتات هذا ما بالك اللي صفطان صفطان من الحكومة وزعامته، من يجي شيء صفطان هذا عادة يسمونه السيل الغامر، ياهم طوفان من الخير. هذا اللي تباله بلادنا، واللي تخصه بالمعطى أوه هذا المعطى عادي يوجه في ماشي صيته يا غير. الحتات روحه، بس الحتات ورد، الحتات روحه ورد، شيء تول ريح وشيء زين يعني. هذه بلادنا نحن، بلاد خير، بلاد طيب، بلاد يود، بلاد كرم. الحمد لله على نعم الله وفضله ان انعم علينا في الحكام اللي ما استوى حد شراتهم، لانك يوم بتصير طالع شرق ولا غرب بتلقط الاضطهاد، وبتلقط الناس تعبانه والبلاد تعبانه والعباد تعبانه ولا شيء، يعني حالتهم بالويل والثبور يشكون. ونحن اللهم لك الحمد نصبح ونمسي كل فضل من الله يجيك لين مكانك وين ما تكون. هذا شمنه، هذا من العدل والمساواة والأمن والأمان. نحن عايشين والله يا أبوكم يعيشتنا ما حد عايشينها، فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. Good morning. شو بلاك تفاتن؟ دهوة. شو دهوة؟ دهوة موين جايتنا الدهوة؟ عبرية. مشكورة يا بنت أحمد، مشكورة يا بنت أحمد. زين شكرا. شو بعد مشكورة يا بنت أحمد، شكرا على زيت الزيتون، شكرا على الدهوة. شو يا شو مطرشين بدر صلاح؟ صلاح شو مطرشين؟ دهوة. قول قهوة. دهوة. قهوة. دهوة. أوف قول قهوة. دهوة. بس لا تكلمني. لا دهوة. لا. لا قهوة. دهوة. زين قول يلا بصبوها القهوة. لا دهوة. صلاح صلاح انت جاي عندي ولا جاي تقطع سنابات؟ وجعه بعد. انا وجعه انا وجعه كله مسكر. انا وجعه كله مسكر. انا وجعه يا صلاح. ابو بيه سكر اكو انزين ودر انت بتزعلي بتزعلي. لا والله كلام اخ عليك يا صلاح. ما انت هذا بقل انت ايش نسوي خلي شو حبيبي نسيت شو مول لحم الهامور نسيت وينو شي خباخ زين وين شي خاص نسيت انت الناس اللي يلا سروا وخلوا يحطونا اليوم حق بكره زين نسيتنا اخبركم ابوي هذا العرس الجماعي اليوم هذا اليوم العرس الله يحفظكم هذا بعد النداء الاخير على فكره يعني هذا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتشرف مجلس المشرف بدعوتكم لحضور حفل استقبال بمناسبة العرس الجماعي الثالث لأبناء منطقة المشرف والذي ما شيء بس الذي سيقام بالمجلس في منطقة المشرف أبو ظبي وذلك بعد صلاة العصر يوم الأربعاء الموافق 30/1/2019 اللي هو اليوم وهذا ترى النداء الأخير ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات هذا العرسان ما شاء الله نعد لكم أسامي العرسان بعد شقة هاي صلاح تبي تعرس أنت وياهم ما في ديح وين العروس عادي يا صلاح أنا ما بمشكلة الله كريم زين هذا اسم العرسان سعود عبد العزيز عقيل الخوري على كريمة صلاح محمد عبد الله الوسواسي ومبارك محمد سالم المنصوري على كريمة خليل مطر متعافي المنصوري والله والنعم كلهم والنعم
أحمد جمال الدين الأنصاري على كريمة قاسم محمد قاسم الحوسني. سيف علي أحمد الكويتي على كريمة إبراهيم محمد علي الظاهري. زين حسين خليفة خميس القبيسي على كريمة محمد راشد سالم القبيسي. وناصر سعيد محمد القبيسي على كريمة المرحوم خلفان خلف خدي الرميثي. ثامر سبعان محمد المرزوقي المزروعي على كريمة حميد مرزوق جوهر المرزوقي. خليفة أحمد علي الرميثي على كريمة أحمد راشد محمد الظاهري. زايد راشد القبيسي على كريمة أحمد سيف محمد الغفلي. علي راشد عفاد المنصوري على كريمة محمد عيد محمد القبيسي والله سبعة أنعام. خالد فالح مبارك القبيسي على كريمة محمد الهلال عبد الله الفلاحي. كلهم والنعم سبعة أنعام. زين منصور سالم خليفة المنصوري على كريمة ناصر راشد بن مسفر القبيسي. عبد الله يوسف علي على كريمة سالم خالد عبد الله العلي. حسن جاسم علي الحمادي على كريمة عبد الجليل حزاع غالب فارع. يا ربي نزيد فهد علي موسى الهنائي على كريمة حمدان محمد رسول الريسي. راشد مبارك سعيد القبيسي على كريمة سالم راشد محمد القبيسي. الله يبارك لهم ويألف ما بينهم ويسعدهم. اي هاي الصجيع انت ايش عندك بس تبدور وياهم ايه نزيد شعلي لا تقولوا ما حد قال لكم خبر وياكم الحاضر يعلم الغايب ولا لا تشرفون عليهم ترى ابوي العرس لادمي ينشده يشتده باله يشتده قلبه يشتده فاد ولا يعرف شرقم. هذا حال المعاريس كان ابو المعرس ولا امه ولا اخته ولا اخوه ولا هل العروس يختبص العرب. فالكرت ابوي وياكم كلكم الحاضر يعلم الغايب لازم تويبوا من العرب. هذا عرس جماعي ما شاء الله تبارك الرحمن يميع الشباب وبيعرسون وطالبين من الله ثم منكم الحضور وبحضور المعازيب الكبار الله يحفظهم ويطول بعمارهم. وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين اني بحضر العرس وانا ضار يوم بيسوي عرس جماعي اوصل هناك اظهر من البيت متمسح اوصل هناك يدنا اصلي العصر هناك. هاي عوادي يوم بيسوي عرس جماعي وتيني الدعوة وإن شاء الله أني بحضر حل العرس الجماعي. شو بلاك صلاح وين بتصير توك ياي انت الحين ما وحالك توك ياي أخ عليك يا صلاح ما نشبع من رمس وياك انينا جيتنا العصر قلت باكر بتينا الصبح انيت الصبح قلت باكر بيك بالعصر شو مشكلة كنت ويانا ماشي مشكلة شكرا عيال ماشي مشكلة تانكي العصر ابوي انا في المعاريس اليوم بدي بس انت الله يحفظك. اي 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 عدالي عدالي بي طبيب انطالة كل حبة من ملكم وعجابكم شكرا جزيلا. وهذا بعد شو هناك هي بعد كاتب رقم تليفوني ثانك يو. ابوي جاينا من بيت من 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 نفس فريجري يعني وهذا اللي بيو هذا عبارة عن ريح وعطر فراش ودخول ريح وعطر فراش ودخول واللي بيسوي كابتشر يسوي كابتشر وهذا ها رذاد الطيب اسمه وهذا ابو انستغرامهم وهذا كان رقمهم او واتساب. عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير ان كان صبح ومساكم الله بالخير ان كان مساء للي بيشاهدون الفيديو هذا. عندي شيء مش انا عندي هذا موجود منذ الازل لكن انا
استعمل من كذا سنة إلي وخلي ربعي وجماعتي كلهم يستفيدون منه. واليوم بخبركم شو هو. هذا وقت استعماله في السنة يستعمل يستحسن مرتين، اللي هو الجبس الزراعي المحبب، واللي هو الكبريت الزراعي الناعم، نوعين. كذا شركة تيب، لكن أنا استعمل الشركتين هاي من زمان. هذا اللي هو الجبس الزراعي المحبب، وهذا الله يحفظكم الكبريت الزراعي الناعم. كيف طريقته؟ الشيرة العودة، الشيرة العودة اللي مثل هذه، الشيرة العودة أم 5 سنين 10 سنين ينذر دور ما دارها، ما بعد دال اليد، بعيد عن اليد، ذراع عن اليد. زين، هذا يسمونه التعفير. من عقب ما ينذر دور ما دارها، شوفوا ها هادو ها، هذا الكبريت الزراعي الناعم، وهذا الجبس الزراعي المحبب. هذا الكبريت الناعم وهذا الجبس الزراعي المحبب. هذا يندر دور ما دار الشيرة، تعالوا ويتجلب بهالطريقة. ها سلم هناك سر عند هيك يتجلب بهالطريقة. شو الفائدة منه؟ الفائدة الله يحفظكم، هذا يرفع من كفاءة التربة، يرفع من كفاءة التربة، ويخلي الشيرة التربة تتهوى، يخلي التربة تتهوى، يحول التربة المالحة إلى تربة زراعية. الصبخة أرض صبخة تتحول من مالحة إلى زراعية، ويحفز الزراعة على الإزهار والإكثار من الثمار، ويخلي الشيرة تمتص الأسمدة. الأسمدة اللي تحطها والمركبات لازم الشيرة تستفيد منها، ويخلي ويتسوي تهوية في التربة. التهوية للتربة وايد ضرورية، فلذلك يعطيك إنتاج للفاكهة أو للمحصول، ويستخدم لجميع الأشجار، ما بشيرة دون عن الثانية، للورود، للنخل، للومي، دور ما داره. هذا شيء مفيد زيادة على اللزوم، وينسقى اليوم مثلا عقب يومين بعدين ينسقى، ويتم يتجلب لمدة على الأقل ترض من الأرض على الأقل في الأسبوع مرتين إلى 3 مرات. راوهم الطريقة هذه ها، لازم هالطريقة. وكل من سقيت اليوم بكرة، اليوم سقيت ترض من الأرض، خلي الأرض يدقها الهواء يومين ثلاثة، عقب تنش مرة ثانية وتخلي يرضمون الأرض، وهيلة بيس على هالمنوال المدة على الأقل أسبوع ترض من الأرض، وعقبها ب5 شهور بعد تكرر الوقت، ويبعد الفطريات عن العروق، تخلي العروق تمتص الفوائد مال الأسمدة اللي أنتوا تحطونها. هذه طريقة وايد جميلة ولذيذة وزينة وفنانة، لذيذة بعد قاعد تنفع للمزارع، للنخيل، للبيوت، للحدائق، للورود، لكل الزراعة. شوف طريقة الإزهار كيف ابتدت ما شاء الله. هذا من الناتج ماله، قبل الشيء وبعده يحفز الشيرة، يعطيها قو، يعطيها تغل ورق وتغل زهر وتغدي شيرة قوية، ويدعها يمتن وتحافظ على قوامها الخضري ولونها، وتازم تغل ورق وتغل ثمر، وتغدي انتاجها كثيف ويمتن حتى اليدوع. ومن بعد هالشرح المطول مفروض تعرفون ليش هذا يستعمل ومتى ينحطن. العنصرين هالي خبرتكم عنهن في السنة مرة أو مرتين، يستحسن مرتين قيض وشتاء، يبعد العفن، يخلي يجلي جذور الشيرة حسب تمتص أكبر كمية من المياه، حسب تستفيد منها الأوراق وتغدي تغل الشيرة ورق جديد، ويساعد على تثبيت الثمار وزيادة الإزهار، ويحسن من خواص امتصاص الشجرة للتربة. وهالنوع من المركبين هالاثنين يستعمل مثل ما قلت لكم من مرة إلى مرتين، يستعمل للنخل، للنبت، اللوز، فيفاي، الورود، مسطحات الخضراء، كل ما يخطر في بالك يصلح له. شيء وايد زين وينفع للتربة. وهذا الشيء ما بلازم حق مزرعة جديدة أو مكان توك بتزرعه، لا، حتى اللي عنده نخل عمرهن 100 سنة يقدر يستعمل هذا الشيء، لكن يبعد عن اليدع من أي شيء على الأقل
من ذراع الى ذراع ونص، يدور ما دار الشيره، يذره يذر المركبين هالاثنين، ويرضم الارض في الاسبوع على الاقل مرتين او ثلاث مرات، وعقب خلاص يبتدون الري من اول يوم. يعني حطيت انت اليوم المركب هذا، بنفس اليوم تبتدي تري، حط سقيت انت اليوم، بكره ما سقيت، ورا بكره بتسقي، اليوم اللي ما شيء ما عندك ري ما بتسجي ترضم هالارض. فلذلك انت بتحافظ ويبعد البكتيريا والعفن عن الجذور، عن سطح الارض وعن العروق، نجيها اي نوع من انواع العفن. وهالمستخلصين اللي خبرتكم عنهن اللي هو الكبريت الناعم والجبس المحبب، ما بلازم شركة معينة، موجود مليون شركة ليتيبهن، الإنسان حسب إمكانياته اللي يبغي من أي شركة ياخذ، كلهن شركات فيهن خير وبركة. العزيز خالد الخالدي، يا مرحبا بك، أدعوك لحضور مسرحيتنا هلا بالخميس براس الخيمة يوم 7 و8 فبراير. العزيز انت مو عندك شاليه؟ اي كلمه ما له شغل. شنو حبيبي حفلات دقدقه انت؟ مالك ثابت تقول وردي وردي، ما تورينا حاجه يا اخي. عطني نفس اتكشفي. اخذي نفس، يلا تكلمي. شوف جمالك ايش سوى. انت مو بروحي انا هني ما تفهم هذه الحلوه، ليش ما تبي تقبل فيني؟ احترم نفسك انت وياه. يمكن هو الدي جي قاعد يرقص وهذا اللي ناطرينه. لا والله هذه موضة. على شبعك حب شبعك دلال. هلا بالخميس. مسرحيتنا شنو هاي يا والله؟ 7 و8 فبراير هلا بالخميس في براس الخيمة. رفع الشاشة فوق. هي الحد. مرة مسرحيات هذه مظاهر الفرح، هذا مظاهر الفرح عندنا من على الشوارع لنشور والنياشين، ها العرس الجماعي لأبناء منطقة المشرف. هذا أبوي الزي على ما تشوفون، ديارنا عامرة بالأفراح. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال. ما شاء الله 15 معرس، 15 معرس إلى الله، إن شاء الله يلحجنا إن شاء الله في ذريتهم ويفرح حاليتهم كلهم من منطقة المشرف. هالميالس اتاحت الفرصة عرب وايدة توفير ويمعة، لأن الحين لو 4 معرسين في يوم واحد منو بيوصلهم؟ اللي بيوصل حق زيد ما بيوصل لعبيد، لكن رب العالمين سخر هالمكان زين الفنان ودع على ما تشوفون، مكان مرتب، أتي العرب من مكان والرزيف من مكان والقهوة هديهم والمطن يدور، كل شيء الحمد لله ترتيب بيكون وايد زين فوق عن الزين. تنسيق هذا اللي اخترع هذا الموضوع أسميه صاب الهدف، صاب الهدف معنى الكلمة. زين أبوي زين، زين ما يباله عدال، زين ما يباله عدال مرة فنان تبارك الرحمن، ما عليك قاصر.
تفضل. معالي يبر السويدي وسلطان جماعة وهي العرسان كلها تبارك الرحمن. الناس تصور صور وانا فيديو عرب الاضواء واللي يبي يسوي كابتر على الهواء اللي تشوفه ابوها ولا اخوها ولا ولدها على الهواء. مرحبا ابو علي، ايش حالك اللي خليت منك؟ دكتور سلام عليك. دكتور احمد بن عتيج الفلاحي امين عام الهلال الاحمر. حسب الصور التذكارية ويا الشيخ الشيخ خالد بن زايد شيخ الحيان بن مبارك. So
بي كابتشر. روح اوضح عن شي ما شيء الغدوم والخروج. أكبر زوم مسوي على وجهك عادة، زوم ما شيء كبره. زيتي لعبد عايبه ما شاء الله يا زيتي لاعب العايبه اوف وجه في الماشي
بيك مع ابوي صوره على هوا احسن عندي ماشي شايف الدنيا العوده. يلا يا رب خلينا من هالعيوب. يلا يا رب خلينا من هالعيوب. شاعر محمد بن عيد بن زريد القبيسي مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. حياك الله خير يتمنى سرك الحمد. نبي شيء من الجديم الاولي اللي ما شي شعراته. جديم جديم عاد. جديم مره من هالجسم. لا اله الا الله خليني اتذكر. لازم الجديم عاد. انت كله زين. جديمك جديدك كله زين. لان نبي شيء عاد الاولي. مطلوب جاية لنا طلبات نصور هناك الصبح من ساعة أول العصر. الطلبات بس اللي تذكر على بالي. اللي بيجي كله زين حتاتك وردية. طال العمر قد عديت على الشباب يسمعونها يعني لا تتعمد غيابي واترك المغايضة خلف ودود وراضي حالي لا تمرضه خليت قلبي ناضي من ودك يقرضه وناك تم راضي من اللي تفرضه جاسي هواك وعاضي قلبي من مقبضه بالروف كان رياضي وتركني معارضة. الله الله مصطفات الله يخليك. لا خلينا منك يا بن زريد. لا خلينا منك. بسم الله
تعالوا عب عب. يلا شو اسمك عادة؟ حمدان طارق شمس. والنعم وانت؟ سلطان طارق سعيد صالح. والله والنعم 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 والنعم. أشوف استحزمك حسينات وانت؟ صاحب في الهوى مالي صبر عنه مالي صبر عنه لصاحب في الهوى مالي صبر عنه. ما ينصبر عنه البركة فيك انت عاد حيله. لا لا البركة لا خلينا منك لا خلينا منك الله يحفظك يبارك فيك لا خلينا اي والله ها اي وانت بس فين انت ها بس فين انت هذا الجبالي بالله عليك؟ هذا الجبالي زين وانت؟ انا طال عمرك الصدرية الخاطري. ما شاء الله عليك خاطري اول مرة اصور حد خاطري في خاطري لا جد مصور انه متى قبل والله من زمان في لندن في لندن ايه. ما شاء الله الله يحفظك يحفظك الحين انت ويرانا انت ولد راشد ولد ابراهيم ولد ابراهيم بن راشد بن راشد القبيسي زين الحين معقول انت ويرانا ولا اشوفك يعني انت ويرانا بينه وبينك بيت ما انت لاقى الا في عرس بلا فراح ان شاء الله دوم ابوك وين ابوي داخل ما سلم عليه الله يسلم سلم الله كيف انت مباركك متى بيذهب هالبيت عيزنا ونحن ترى لا لا خلاص خلاص ان شاء الله ان شاء الله عيزنا عيزنا كل يوم يصوره ترى اليوم الله يحفظك
زين الخط. وانت منو خوالك؟ قول له انا خوالي من الخديه وانت منو خوالك؟ كيف يعني خوالي منو من قبل خديه خوالك؟ قول له سله. قول له خوالك. سيف بن راشد. والله وين الله يغفر له. مليون مليون من نعم الهلال فنان. سيف بن راشد. يده سيف بن راشد. يدك سيف بن راشد. والله ونعم النسب ونعم النسب. يا الله يعلى الجنة. خشوا قول له. خشوا. زين انت الحين خوالك وخوالي. واحد. تدري انا يدي من قبل خديه وانت يدك من قبل خديه زين شو يقرب لك تدري يدي لا يدي انا سعيد بن احمد يستوي عم يد ابوه صح ايه عم يد ابوه انا ضعت والله ايه عم يد ابوك بسم الله عليك الله يطول الله يبارك فيك يبارك فيك هاري جود يو محمد ابو محمد هذا شو هذا الحين لما جد قدامي هذا الشيف عندك هذا شبه هنا هذا ايوه تعال السلام عليكم وعليكم السلام شو هذا شو هذا شو هني سوري ايضا انا والله حره عربيه انا ام فروم ارجنتينا وخيبه جايب الطباخ ارجنتيني اسكي واتس ذات ذيس از ذا لام وي هاف ا لوكال لام وي هاف اورجانيك تشيكن اند ريبس كو ريبس وي هاف سم فيجيتابل مرحبا 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 برد البطين السلام عليكم السلام عليكم ابو خالد حميد ابو خالد هلا اهلا ابو محمد حالك تاكل ابويا مال الظن يسمونه هذا شعري شعري خطر علي يرمس يا ريال شعري يرمس هذا شو حين كيف يعني خالد ها انا بشرح لاني انا طبخ انزين يلا تفضل هذا المشوار هي يسوونه الارجنتين الارجنتين الذبيحه تكون هني هي شو نوع الذبيحه مسوي هذا نوع عربي يعني ذبيحه صغيره يا ابوك هاي مثل من تشزه تشناز هل اوه يا يقرقطونها يقرقط كرات هاي يشوفونها عدالي شوي شوي تطلع شوف الدياي بعد كيف كلها وقل شوف انت هذا مديل مال الطبابية خلنا مونه ولا شو تشويح على نار هادي شوف كيف يطلع يا سلام هالحول ابوي بتعشون انتو وين تسوي البي ريدي؟ تسوي الظهر ها؟ والله من العصر والله هاو لونج ات واز ناو هاو ماني ستارت 2 اوكلوك خيبه من 2 اوكلوك الاسلام از ديد توداي ات 12:15 ها؟ هي يس فريش توتالي فريش مام السلام عليكم ورحمة الله هذا يمع بن صالح إيه بسم الله شو غادي شو غادي أبو كوارم تحرض أب لا حرمة لا عيل لا تيل في وين الحين في المغرب في المغرب ويعرس ما حول عرس لو بيعرس عرس من زمان ما حول عطعة أسبوع ما بأسبوع واحد ناوي يعرس أسبوع أمتان كصب كم أمتنة عليكم السلام يا معز قوم خالد سلام عليك عليك السلام محمد كيف انت مسي والله مسي الله سلمك يا اكثر من يا ربي محلاتك محلاتك يا الله يا ابو خالد يا الله يحفظك يا ابوك انت زين الزين لم واك يا ريال انت عيالك ما واحد منهم خد ربع زينك انت فنان على منو ظاهرين ليت من الاظهر او عليك يا ابوك الله يسلمك ما تصور دقيقه ودقيقتين هذا الحين مطعم يجي اشوي لكم لو شو هذا ولا هذا مش مطعم هذا شيف بس تذكرون الشيف لين هني ويسوي هذا كله هذا ابوي عندهم مناسبه عندهم مناسبه امهم ظاهر من المستشفى مسوين هابوي على سلامته وعازمين عيالهم وبنياتهم بعضهم مع بعض خالد ما خبرتنا عن وين هذا تيسة هذا امه الله يحفظكم من هوش سقطره هذا امه من دبش سقطره
وأبوه عارضي، أبوه ميوب من الظهران، وأبوه يرد أصلا من بقيق من المنطقة الشرقية في الدمام، فلذلك تلقط ما شاء الله شوف ظهره ملتج من الشحم. تويس رضيع رقم واحد 3 months only، وهذا أبوي الشيف روح أرجنتيني، وهاك المساعد الشيف وطبع بس، وهذا يجيبونهم هنمون في بيتهم يشون حق العوائل ويأكلون هاي بس، والدنيا مطرجة. نحن أبوه ما بصير بحاول، أنا بصير حتى حتى الله يحفظك. أقول لك هذا يصور يا سلام. هلا ساعتين هضون هالصيخ وساعتين يوطون، يعني ترى الشوي شوي بوية هبتحرون لمني والطريق، كل حد بوية له طريقته، هاي طريقة هالأرجنتين. What's your name؟ سيركيو. قول لي ما شاء الله عليك يا سيركيو 57 ما شاء الله، شو يعني بعد ما يخصني بوي، انا ما قلت ولا شياته، انت الله اكبر عليك. ابو عبد الله شو رايك، شو هالخدمة حينه، شو ظنك؟ هي تغيير شو والدنيا مطرجة. نعم راكب الحاله يا شيخ عبد الله. زين ايش عليه؟ طريقه من طرق يعني الاحتفاليه يوم حد بيظهر من بيتي، يسوون يطبخون روحهم يوم حد يمسافر ولا انه ظاهر جاي من سفر ولا ظاهر من مستشفي، هذا الحين مسوينه على سلامتهم العيال امهم العوده، مسوين في البيت ويعبين هالطبابيخ من برا، ولا ما شاء الله مطابخهم ها كلها مطابخ اللي تشوفونها، كل بيت في طباخ وطباخين، هالبيت اكثر عن 15 طباخ ما شاء الله عليهم، ما عليهم قصير، يا غير يبون تغيير، الله اكبر وعظم، يبون تغيير، فيعبين هذا الطباخ عده وعديده وعلمه وخبره ها، ابو سامان اروح يسوى الاساوي ها، يبونهم ابويها هنمون على ما تشوفون، يحددون كم نفر يطبخونهم ينفخونهم، ما ادري عم وين يعبينهم هاي الطبابيخ، انا ارجنتيني قرب الله الارجنتيني. اي والله الساعة 2 الظهر من الساعة 2 from 2 o'clock is cooking. ما اقول عنك شيء. وهذا هذا صوص تشيميتشوري صوص. تشيميتشوري صوص اي والله تشيميتشوري صوص traditional from Argentina والله والله يا ريحتي يعني حتى ضرب في خمرة الرأس قرب الله الله أكبر عليك. ما شيء بزرات ما شيء لا بزرات لا عندك لا إليك هذا ها ما ولوم هو ما أدري شو يا شري شري سوس اسمه يدفركوا بهالذبيح ويشونها ونحن كبود البزرات وجلب وفرن وصاخ صاروخ وما أدري شو بقولكم لكن أبوي ما تنقز إلا السمين لا لا يعني أفداك يلا ما شاء الله بعد شيء باقي ما شاء الله ما خلوا العمارهم شيء ابوي ما خلوا العمارهم شيء مشكور مشكور يا ابو عبد الله يا عمرك ما شاء الله يا المساوق ما كثر هذا ابوي لبجي جايينا من عند يوسف خوري ابو عبد الله مديرنا الاول في الشغل من زرعتهم ما شاء الله خيرات بضبي تبارك الرحمن شيء طبيعي في الجيم ولا تحروني في البيت عادي تحت المروه الا اني اي الجيم وكمل تمرين المهم اني متعوز الحياز اللي في الدنيا كلها هي ما قيلت وانا ضاري يوم ما اقيل مارو ما تمرن مثلا يوم جيت تتمرن تقبط اعمل لك كان تمرين كان خفيف خفيف ماشي اوزان تجيل تكرار اوزان خفيفه فلذلك الحمد لله لين الحين غالب انها الحين يلا